مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في خبر عاجل، نجا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من محاولة الاغتيال ليلة اليوم السبت، حيث أطلقت أعيرة نارية على ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات رئاسة الولايات المتحدة، وذلك خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا. وأصيب ترامب وتم نقله من مكان الحادث، وأفاد مقربون منها أنه بخير وأنه تم فحصه في منشأة طبية، وبحسب مصادر أمنية فقد تم إلقاء القبض على المشتبه به في إطلاق النار. وعندما سمع إطلاق النار بدأ الحاضرون في مكان الحادث بالصراخ والانحناء لحماية أنفسهم، وشهد في لقطات إضافية من الحدث العديد من حراس الأمن وهم يحمون ترامب بأيديهم. وانتهى التجمع الانتخابي مباشرة بعد إطلاق النار. وذكرت وسائل إعلام في الولايات المتحدة الأمريكية أن ترامب أصيب، رغم أنه لم يتضح مدى خطورة الإصابة. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.